السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أخبار حضرتك؟ ربنا يحفظك ويعلي قدرك. الحمد لله، الله يسلمك. تفضل. فأحمد من منيا يا شيخ، أنا لو سمحت. تفضل يا أحمد من منيا. شيخ أنا لو سمحت، ربنا يبارك فيك، بس ليا يعني عايز أوصل حضرتك معلومة. إمبارح الإخوة والأخوات المشاهدين على البث كانوا يعني داخلين مع بعضيهم يعني، وعاملين مشكلة مع بعضيهم لدرجة يعني جربت الخناقة. ليه؟ على البث عند حضرتك يعني بيدخلوا لبعضيهم على الخاص وبيتكلموا بعض الاخوه والاخوات، وعاملين يعني مش عارفين احنا مش بنستمتع بالبث. والله انا ما اعرف شيء من الذي تقوله. انا الان ابلغ الاخ عبد الرحمن ينبه عن هذا الامر لو سمحت. حاضر. سمعت يا عبد الرحمن. ما هو يوم الشك؟ وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه؟ لا، بيقول فيه احيانا المصارعات بين الاخوه الذين على الصفحه، واحد يتكلم والاخر يرد عليه، فيقول لك نبههم على هذا. هذا من الامس مولانا. ايمن، انا اكلمه واذكر نفسي واخواني بان مجالس العلم التي فيها قال الله وقال رسول الله ينبغي ان تكلل بالسكينه والوقار. ينبغي ان تكلل بالسكينه والوقار. ويعجبني في هذه اللفته ما قاله علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله، فكان يترك مجالس سادات قومه من بني هاشم ويذهب إلى مجلس زيد بن أسلم. زيد بن أسلم أبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو مولى أبوه، مولى ليس من يعني من القبائل الكبيرة، أبوه مولى وهو مولى. وكان قومه يقولون يا علي بن الحسين، علي بن الحسين إمام من آل البيت، اتفقت الفرق على إمامته وجلالته، يقول يا علي يا إمام، كيف تتخطى مجالس سادات قومك وتذهب إلى عبد الله عمر بن الخطاب تتعلم عنده؟ فيقول علي بن الحسين زين العابدين: المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه. وكان مجلس زيد بن أسلم هذا الذي يذهب إليه علي بن الحسين مجلس يجلس فيه 40 عالما لا تسمع بينهم لغطا ولا اختلافا. فيرجى من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير أن يتسموا بكريم الأخلاق، أن يتسموا بكريم الأخلاق. وخير الشيخ أنا بارك الله فيك. شكرا لك. السلام عليكم.